تلعب وتوصل قريبة إلى شريف حازم. شريف حازم لعبها مرة ثانية وتوصل، وكرة ملعوبة لفريق النادي الأهلي يلعبها خطرة وشوت. الله يا ولد يا ولد يا ولد باسم يا باسم، خلى الجمهور حلو وباسم، خلى الجمهور حلو وباسم، واستطاع أن يعرف الحديدة، يعرف الزاوية ويعرف الهدف، وباسم ابتسم للملعب تماما، باسم ابتسم للملعب، ابتسم للملعب وبيصلي ركعتين على الهدفين سجلهم باسم في مرمى النادي العربي. إذن مرمى النادي العربي وتقدم فريق النادي الأهلي في الخمس دقائق الأخيرة. وهذه طبعا كرة القدم، هذه كرة القدم، وهذه حلاوة كرة القدم، شد وند وعطاء وبالفعل